أحمدك اللهم على ما أعطيت وعلى ما أوليت، وأصلي وأسلم على نبيك ومصطفاك. إخوتي الأفاضل، أخواتي، صح شريبتكم، ربي يتقبل وربي يعاوننا. هالكيان البشري الإنساني هذا لا يكتمل فيه معنى الإنسانية إلا بتحمل الفرد المسؤولية. وإحنا شنو الفرق بيننا وبين بقية الحيوانات والكائنات؟ إحنا الكائن الوحيد اللي يعمل عملة ويتحمل مسؤوليتها. لا فما صيد يأكل غزالة ومن بعد يحيلوه على المحاكمة من أجل ما كنت غزالة، قال شنو؟ قال ما تحمل مسؤوليتك. ما هو طبيعته، طبيعة الكائنات بكل والموجودات الكل أنها لا تحاسب نفسها عن شيء يصدر منها. الكائن الوحيد المتميز هو هاللي قدامي وقدامك، احنا البشر، احنا الكائن الوحيد المتميز بتحمل المسؤولية. نعمل عملة وبعد اما الناس تأخذنا او عائلتنا تأخذنا او انفسنا تأخذنا او نشعر بالفرح لان قمنا بعمل طيب، على كل حال نحاسب ارواحنا. هل معنى هذا من المسؤولية مقترن مدام انا حر ومسؤول على افعالي؟ مقترن بالمحاسبة. ولذلك عنصر أساسي من عناصر التربية الإنسانية أن الإنسان يحاسب نفسه. وهذه المحاسبة ساعات تكون محاسبة قبل الفعل، بعد الفعل، تكون محاسبة بالنهار، بالليلة، بالشهر، بالعام. احنا الآن في طور متاع محاسبة سنوي. رمضان في الحقيقة هو الشهر اللي نعملوا فيه بيلان أنويل، نعملوا فيه مراجعة لأمورنا الدخلانية، يعني مراجعة لمستوى السلوكيات، المسؤولية متاعنا. احنا شنو اللي قدمناه؟ شنو اللي خذيناه؟ وشنو اللي باش قابلناه؟ احنا عندنا راس مال جينا به، ربي خلقنا مهدنا الدنيا وما فيها واجعلها سائغة لنا وطوعها لإرادتنا، جعلنا قدرة على فهمها وإدراكها واستثمارها هالعقل، وأعطانا قدرات مادية، عنا عينين ويدين وساقين، ودخلنا الحياة بكلنا بنفس رأس المال. رأس مالنا واحد، فما واحد زين الرأس المال متاعه ونماه وكبره، وكل ما يعمل طرح إلا وينجح فيه، وكل ما يدخل في صفقة إلا ويخرج رابح. وفما واحد آخر الله أعلم عليه، يدخل بالربح يخرج بالخسارة وديما بالتوالي، وهو كالإنسان اللي ما يتحكمش في سلوكه وما يتحكمش في نفسه، واللي يولي قدام الناس مكروه، الناس يعيروا هذا عايق، ضربوني، يا سارق، خطاف، معتدي، ما نقعدش بحذاه، ما نتكلمش معاه، ما نتشرفش بيه. نحب نقول لكلا النوعين، النوع الرابح والنوع الخاسر، شهر رمضان هو شهر البيلة، عايش خويا بينك بينه. الحمد لله احنا في امتنا وفي ديننا لعنا بباص يعس علينا ولعنا شكون يحاسبنا من البشر. المحاسبة هي محاسبة ذاتية، كيف تقف ما بين يديه وتقول الله اكبر اياك نعبد واياك نستعين، يتفتح باب المحاسبة، دفتر بينك وبينه، في سرك، في جلوسك معاه، في مقابلتك ليه. اجعل من شهر رمضان شهر محاسبة تراجع فيها نفسك، ترجع فيها على روحك، ترجع فيها على اختياراتك، تذكر نفسك بأنك مخطئ، بأنك مذنب، بأنك عاصي، ثم تحمل نفسك على التغيير. إذن رمضان يا أسيادي الكرام شهر المحاسبة، وهذه المحاسبة لا تتم إلا بمراقبة لله تعالى. اثنين مع بعضهم، المسؤولية تقتضي محاسبة الذات ومراقبة الله، يعني أن تشعر بأنك في تصرفاتك، في مشيك، في جيك، ماكش تراقب البشر. تراقب البشر مش تحسن لهم، لكن أنت تراقب رب البشر المطلع على النفس. ولذلك ممكن تغطي عليا ونغطي عليك، ممكن تخبي عليا ونخبي عليك، لكن أنا ما نجمش نخبي على ربي حالي. ولذلك هالمسؤولية الرمضانية تستوجب منا أن نمر بطورين متلازمين متعاقبين، هما طور المحاسبة الذاتية والمراقبة الربانية، حتى يسلمنا لا سلوكنا ونكون على مستوى المسؤولية. وخياني تصبح على خير،
إن شاء الله ربي يجعل لياليكم خير وبركة ورحمة، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.